رجعنا لحضراتكم مشاهدينا علشان نستمتع بالأجازة بدون أي مشاكل. فدايما ما خدنا أجازة يبقى لازم نخرج منها بمجموعة من المكتسبات هنتعرف عليها من خلال لقائنا مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، هي الدكتورة رباب الششتاوي استشاري علم النفس وعلوم الطاقة. برحب بحضرتك معانا. ميرسي، أهلا وسهلا. الأجازة يعني حاجة جميلة طبعا. فيعني ازاي نستفيد بالحاجة الجميلة دي من غير ما يحصل اي مشاكل؟ هو بصي، هو المشاكل جزء من الحياة، فمفيش حاجة من غير مشاكل، مفيش يوم بيعدي من غير حاجة كده. بس المهم ان انا اتعامل معاها بحكمة، يعني الحاجات الصغيرة بعديها، يعني ابقى مستوعبة ان انا مثلا ان كان قبل كده الناس مشغولة ما بقابلهمش على طول، احنا صعب نتجمع يعني مع بعض، كان كل واحد بياكل في الوقت اللي هو عايزه اللي هو عايزه، فاكيد هيبقى في خلافات، بس انا اقدر استوعب ده. لكن ان انا اعيش من غير مشاكل دي لا طبعا، احنا مش في الجنه. يعني على الاقل في عطله نهايه الاسبوع لو احنا هنقضي مع بعض في البيت او بره البيت خميس وجمعه وسبت، نأهل البيت ازاي لاننا قاعدين مع بعض وعايزين الوقت يبقى جميل وعايزين نستفيد من قعدتنا سواء جوه البيت او مسافرين او خارجين. هو مبدئيا لازم امهد، خصوصا لو عندي اطفال في سن صغير، ان انا افهمهم ان احنا خلاص بقى، يعني احنا ممكن الثلاث ايام دول نسيب الموبايل شويه، احنا ما بنقعدش مع اخواتنا مع بابانا ومامتنا طول الوقت، ان احنا لازم نستمتع بالحياه، نستمتع بالبحر، الموبايل كده كده معاك وبتتفرج على كل حاجه، فاحنا نقلل، يعني مش هنقدر نمنعه طبعا. طبعا احنا هنقلل ده، هنبتدي نشوف نشاركهم. عارفه لما اي حد بيشارك في حاجه ما بينتقدهاش، يعني انا لو جبت ورقه وقلم مثلا وجمعتهم، هناخد ايه معانا، 1 2 3، هنطبخ ايه، 1 2 3، يعني في ساعتها بدل هم قالوا راي، مش لما اروح في المكان هيقولوا لي انت ما عملتيش كده ليه، ما جبتيش كده ليه. لو هو حضر شنطته لو نسى حاجه مش هيلومني، لكن لو انا حضرت له الشنطه هيلومني. لو انا حطيت الاكل لا ما باكلوش، طب ناكل ايه، طب ما فيش غير كذا، او انزل اشتري، لا خلاص اعملي اللي موجود هياكله. فلما بيشاركوا في حاجه بتبقى المقاومه اقل، هتبقى الدنيا اقل. طيب يعني مطلوب ان احنا من بدايه الاسبوع ناهلهم ان احنا عندنا يوم الخميس او يوم الجمعه احنا هنروح نخرج او هنسافر اذا كان في امكانيه لده، وكلنا هنبقى موجودين، انا الام والاب والاولاد. لا، ولو في حد من العيله مثلا، في يعني في عائلات مثلا، في مثلا معايا مثلا صاحبتي او خالتهم او عمتهم ما بتحبش حد يبقى حساسه ناحيه الطفل الصغير مثلا، فانتوا عارفين ان عمتكم فلان ده ما بتحبش حد يجي ناحيته، فتجنبوا القصه دي، يبقوا من الاول هم مؤهلين. فلو في اي حاجه كده اقول لهم عليها، لان في مثلا سين من الناس ما بتحبش حد يستخدم حاجتها، فحاجتك معاك ما تاخديش ولا فرشتها ولا تاخدي فوطتها، عشان انت عارفه دي طبعها، حتى يتقبلوا الناس زي ما هم ويعرفوا يتعاملوا معاها، وده مهم جدا طبعا، جدا جدا جدا. ان انا من غير نقد، يعني من غير ما اقول له انت عارف خالتك ما بتحبش كذا، يعني يبقى بطريقه لطيفه بحيث ان انا ما نفروش من الشخص. لا، هو عامل حسابه ان هو عامل حسابه مثلا ما بيستخدمش حاجه سين من الناس لانه ما بيحبش، لكن صاد ممكن عادي نستخدم حاجته، يبقى فاهم طبيعه الشخص ويقدر ان هو يتعامل معاه، مش هيتفاجئ. يعني ما يحطنيش في موقف مش لطيف. في بعض الأهالي بيكونوا مضغوطين طول الأسبوع فبيبقوا عايزين يروحوا يستجموا ويستمتعوا، بس مش عايزين طلبات، مش عايزين يلا نخرج، يلا ننزل، يلا ناكل، يلا نعمل، يعني بيبقوا رايحين كده ريلاكس، أنا عايز أقعد وانام واستمتع، وانتوا روحوا اعملوا اللي انتوا عايزين، وانتوا انزلوا البحر وطلعوا من البحر وشوفوا هتاكلوا ايه. الحاجات دي بتبقى مطلوبه للكبار، بس الصغيرين بيبقوا مش مستمتعين، هم عايزين ان احنا نبقى مع بعض. دي الرجاله مش احنا. الرجاله يعني اي اب يروح، انت قلتي انا بقول رجاله مش احنا. انت مستحيل هتروح، مستحيل تقدري تقعدي ابنك في البحر، مستحيل مستحيل مستحيل. هتبقي حتى لو هو اتغدى بره هتبقي قلقانه هو اتغدى ايه، هو كل ايه، ممكن بيقول كل وما كلش ما اتغذاش. لكن الرجاله لا، الرجاله بيبقوا عايزين فعلا ان هم يبقوا ريلاكس مع نفسهم. طب نعمل ايه عشان نبقى كلنا مستمتعين؟ يعني نسيب الاب ينام شويه وبعدين يصحى ننزل كلنا، ولا نسيبه هو ينام وننزل احنا؟ طب ما احنا كده ما استمتعناش كلنا مع بعض، نعمل ايه؟ هو عامه ما حدش بياخد كل حاجه. يعني ما حدش بياخد كل حاجه، بس عامه لو انا بطلب طلبات فانا مش كل شويه هقول له عايزه اوكي، ان انا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها من بابا بس هو خارج، فخلوه يجيبها مره واحده،
اوكي، انتوا دلوقتي مثلا البسين امن عن البحر، انتوا هتنزلوا البسين خلاص الوقت ده بقى محدش يعمل دوشه ولا داخلين ولا طالعين عشان هو ينام، اوكي، وانا افهمه ان انا بذلت مجهود عشان احط الموضوع تحت السيطره عشان محدش يزعجه. ايوه، عشان ما يحسش ان ده عادي، لان ده بياخد مجهود من الام. اه طبعا، يعني انها تقنع الاطفال ان هم يجمعوا كل حاجاتهم وان هم ما يدخلوش يطلعوا ويهبدوا الباب وان هم يسيبوا باباهم نايم في شاليه صغير، كل الشاليهات صغيره. أيوة طبعا. يعني كلها صغيره، فده مجهود. فهي تقول له انا هعمل كذا كذا عشان اديك بريك من 3 ل 5 من 3 ل 7 عشان بعد كده تستقبل معانا الحياه. يعني هم يأهلوا نفسهم على انهم يتعاملوا مع بعض بدايه بدون مشاكل ويرتبوا امورهم، بعد كده الاطفال بقى نبدا نوجههم ايه اللي ماما بتحبه، ايه اللي بابا بيحبه، ايه اللي ممكن يعملوه مع بابا وماما تبقى في البيت بتعمل حاجه او العكس. هو عامه لازم الاسره تحترم بعض، يعني لازم الاسره عامه من غير مصيف ان لما حد نايم محدش يزعجه، محدش ايد عليه النور، محدش يفتح الباب ويسيبه مفتوح. في اسر ما بتاخدش بالها من ده. وفي اطفال يقول لك صغير ما خدش باله، لا، صغير ياخد باله ان النايم له احترامه، ان حاجه فلان تستاذن منه قبل ما يستعملها. فدي المفروض بيبقى لايف ستايل، اسلوب حياه. هي الفكره ان في الاجازات الناس بتبقى عايزه تتبسط وعايزه تستمتع وبتبقى مأهله نفسها انا مسافره او انا خارجه عشان اتبسط، مفيش اي حاجه هتضايقني. ده بيخلي الواحد يعني يبقى عنده استعداد يتقبل اي حاجه من اي حد، انا مش هتضايق، انا هادي، انا ريلاكس. محتاجين نعمل كده يعني. يعني اكيد، بس لا، الاجازات بتبقى لود على الام والاب، دي معروفه. يعني انا كتير رجاله مثلا هم رايحين مع اولادهم اسالهم يقولوا ده بالنسبه لنا عذاب، بالنسبه لنا ميه وبحر وملح ولازم يبقى موجود ولازم عشان الواد. فهم هم بيبقوا، بصي الاسره المصريه كده، الاسره المصريه بتنضغط عشان اطفالها. يعني احنا كلنا بنضغط عشان اولادنا، يمكن احنا من الشعوب القليله في العالم اللي بتعمل ده. فهو بيبقى هو اصلا هو مهيئ ان هو رايح مضغوط عشان ولاده ينبسطوا. الام ما بتبقى طول النهار في طب نعمل ايه عشان هما الاثنين ما يبقوش مضغوطين؟ ما هما مسافرين اجازه مع اطفال عشان يخرجوا بره الضغط وبره الكبت وبره انه طول الوقت مطلوب منه حاجات، طول الوقت عليه واجبات. حياتي، ما هو في الاجازه برضه مطلوب منه حاجات وعليه واجبات. يعني بالعكس، ده مطالب الاولاد بتزيد اكتر في الاجازه، وخصوصا ان تبقى مطالب ممكن يستغنى عنها. يعني لو طلب حاجه للدراسه فهو لازم يجيبها. لكن ان هو مثلا يركب بيتش باجي او ان هو يركب عجله، فدي حاجه ممكن ان هو يستغنى عنها. فهو كده كده المطالب موجود، بس هو نوعا ما هو عارف ومهيئ نفسه ان هو بيتحمل عشان الولاد يقدروا يكملوا، عشان يبقى الدنيا لطيفه. احنا الامهات بنحاول، بنبقى سعداء لما نشوف اللي حوالينا سعداء. يعني انا لو ابني سعيد فانا اكيد هبقى سعيده. فمصدر السعاده مش ان انا نزلت البحر وان انا نزلت البسين خالص، انا مصدر السعاده ان انا شفت اللي حواليا سعداء. دي سعاده الام ودي سعاده المراه. يعني هي طبيعه المراه خلقت من روح، فبتبقى سعيده لما بتشوف الارواح اللي حواليها سعيده، مش حاجه شخصيه لينا. فهي اي ام مع اولادها بتبقى مبسوطه ان هم مبسوطين. حضرتك شايفه انه الافضل ان احنا لما نطلع اجازه تبقى الاسره الصغيره، ولا لو عندنا صحاب للولاد او صحاب للزوج واسرتهم ممكن يتجمعوا في حاجه زي كده بيبقى نوع من انواع التغيير، لاننا قاعدين طول الاسبوع مع بعض. احنا لما بنسافر يومين او بنخرج مره من اول اليوم لاخره لو معانا صحبه مختلفه بيبقى فيها تجديد، وبتبقى الام شايفه حد تاني، واحده مرات جوز صاحبها جوزها بتتكلم معاه، الراجل معاه واحد صاحبه بيتكلم معاه، فبيبقى نوع من انواع التجديد، والاطفال بيلاقوا اطفال زيهم يلعبوا معاهم. هو مش قصه تجديد، قصه حياه اجتماعيه. ان انا بيبقى معايا ناس، اولا لما بيبقى في كذا حد، يعني بدل ما انا واقفه لوحدي في المطبخ وانا صاحبتي معايا او قريبتي معايا او اختي معايا، فده بيهون وبيخلي الدنيا لطيفه. ولادي اكيد مثلا لو في 10 اطفال فيلاقوا حد منهم متفقين معاه طول الوقت، حد منهم بيتخرجوا معاه طول الوقت. احتكاك الناس ببعض بيدي مهارات، انا بتعلم حاجات وولادي بيتعلموا حاجات وبيتعلموا ازاي يتعاملوا، وبنكسر الروتين. وبنرجع بقى لقصه العيله الكبيره دي اللي احنا افتقدناها. ما انا مش حدود ابني انا وباباه واخواته بس، لا، احنا عيله، احنا لينا اهل، احنا لينا اصحاب، احنا لينا مجتمع. فبتبقى فرصه جميله قوي في الاجازه ان احنا ده اللي بيشيل اللود عن الام والاب. الصحبه طبعا، ان انا مش مطلوب مني انا طول الوقت، انا في حد معايا مطلوب منه، فاحنا بنساعد على بعض. ان الاب مش لوحده، ان في ابهات تانية شايله معاه المسؤوليه، ان هو حتى وهو قاعد بيشارك قرايبه الكبار ان هم يشوفوا ماتش مع بعض، فاولاده مش هيبقوا في نفس المستوى لو شافوا معاهم. فده بيخلي الدنيا لطيفه ان هو معاهم ناس من سنهم. لان كل حد بيسرح مع حد من سنه. حد انا مع اولادي طول الوقت بخدم، لكن انا مع صاحبتي، انا مع اختي، لا، الدنيا مختلفه. جوزي مع حد من صحابي، جوزي مع اخويا، جوزي مع ابن عمه، بتبقى الدنيا طبعا مع الطف، اسهل كتير يعني، احسن يعني.
طيب فكره ان احنا ما ناخد العيله بقى، يعني في سفريات او في اجازات بيبقى فيها الام والاب والجد والجده، الحاجات دي مطلوبه جدا جدا. الطفل يعرف ان له جدر، ان له عيله، ان له اهل، ما بيشوفهمش لان الدنيا الامتحانات كمان بقى في كذا نظام تعليم، كل اطفال امتحانهم مع بعض. نادر لما يشوف خاله، يشوف خالته، يشوف عمه، يشوف عمته، ما يعرفش ولادهم. لا طبعا دي شيء جميل جدا ان هو يخرج مع العيله ومع الاب ومع الام، دي بتبقى خصوصا احنا حتى لو خرجتي مع باباكي ومامتك تحسي انك رجعتي صغيره تاني. ايوه طبعا. يعني بتبقى الدنيا لطيفه. طب الشباب بداوا دلوقتي يهتموا بانهم يسافروا لوحدهم مع اصحابهم، فدي بتبقى فرصة ان الشباب يتجمعوا مع بعض ويسافروا مع اصحابهم، والام والاب بيبقوا قاعدين هما مع بعض سواء كان في البيت او بيسافروا هما كمان في ما يعني بيتجمعوا في مكان قريب من المكان اللي فيه اولادهم، او يبقوا قاعدين مع بعض في مكان واحد والولاد ينطلقوا ويخرجوا مع اصحابهم ويرجعوا بالليل. الحاجات دي بتخلي في تجديد وفي نفس الوقت ما فيش مشاكل. انتوا بقى كبرتوا وممكن تروحوا مع اصحابكم. ما كبرتوا دي لحد امتى؟ ما انت على فكره احنا بنقول كده بس بنفضل من جوانا قلقانين. يعني اي اب واي ام ابنها او بنتها حتى لو عنده 20 سنه، حتى لو عنده 25 سنه ومسافر لوحده، فين تبقى قلقان عليه؟ احنا بنقول كبروا ويتحملوا المسؤوليه، بس هو متحمل مسؤوليه نفسه، بس احنا بنخاف صحابهم دول بيعملوا ايه. صحابهم دول رفقه سوء ولا رفقه؟ لان في حاجه اسمها العقل الجمعي. العقل الجمعي ان الطفل ما او الشاب او انا حتى انا كبيره انا بتصرف لوحدي غير ما بتصرف مع الجروب. طبعا مع الجروب ممكن ياثروا عليا. احنا بيبقى في عقل بنسميه عقل الجروب، يعني عقل المجموعه دي، بدليل ان انا ممكن ما حدش فينا يرقص بس مع الجماعه ممكن نرقص، ما بغنيش بس مع الجماعه ممكن نغني، ما باكلش حاجه ممكن مع المجموعه اغنيها، لان باكلها، لان اللي مسيطر علينا بنسميه العقل الجمعي مش عقل الافراد. فانا طول الوقت ببقى قلقانه على ابني، قلقانه على بنتي، يا ترى اللي ماشيين معاهم دول عاملين ايه، يا ترى دماغهم رايحه فين، يا ترى بيشربوا سجاير، يا ترى بيسهروا، يا ترى بيغلسوا على حد، يا ترى الدنيا. فبنبقى قلقانين. يعني احنا ممكن نديهم نوع من انواع الحريه عشان يتعلموا، عشان نقدر نعتمد عليهم، عشان لازم يعني زي مثلا مهما البنت قرت عن الباليه عمرها ما تعرف ترقص غير لو رقصت بنفسها. فاحنا بنديهم نوع الحريه ده ان هم يسافروا ويروحوا وييجوا. بس احنا بنبقى على يعني على اعصابنا طبعا. اكيد على اعصابنا. يعني مش فرصه ان انا مريحه دماغي ان بنتي مسافره او ابني مسافر، ده مش موجود. احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. كانت ضيفتنا الدكتوره رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وعلوم الطاقه. المره الجايه نتكلم عن الطاقه بقى ان شاء الله. خلصت مع حضراتكم فقرتنا التانية المهمة في طعم البيوت. خلينا نخرج لفاصل صغير ونرجع نستقبل حنان مرة تانية. مشاهدينا بنرجع مرة تانية ووصلنا لختام حلقتنا، والحقيقة فقراتنا النهاردة فعلا كانت متميزة، فقرات مروة الجميلة، ومصر بلدنا فعلا جميلة وفيها كتير جدا من الأماكن الحلوة. اتكلمت يا مروة عن اسكندرية وعن رأس البر والشواطئ الجميلة اللي موجودة عندنا، ولكن أنا رأيي أنه أهم حاجة الحالة النفسية. يعني عايزين وإحنا رايحين كده أي مكان جميل، رايحين نتفسح، يبقى عندنا استعداد حلو ونبقى مقبلين ويبقى عندنا أمل وطاقة إيجابية ونقول ايه ان شاء الله هنتبسط. يعني أيوة. ده اهم حاجه متهيألي. والله إيه رأيك؟ هو ده رايي. يعني الناس لما بتبقى بتشتغل طول الوقت بتبقى ماشيه في حياه روتينيه. أيوة. لكن لما انت تبقي واخده اجازه او عندك نهايه اسبوع مش هتعملي حاجه، ما عندكيش شغل، لو انت مأهله نفسك ان انت هتتبسطي، ايوه بتعدي اي حاجه بقى قدامك. صحيح. اي حاجه حاولت تعكنن عليكي، لا انا هتبسط. أيوة. فانا مش هفكر في الحاجه الوحشه دي لما ارجع بقى ان شاء الله
نبقى نشوف ايه اللي هيحصل، نبسط الامور بالزبط. ما يبقاش في اي مشاكل، كلنا نحاول يكون في كده مرونه ونتقبل الراي الاخر. احنا كافراد اسره نقبل اراء بعضنا، لو حد عنده راي، حد عنده فكره، نحاول كده ايه نمشي الدنيا علشان نتبسط في المكان اللي احنا ونستخدم رايحين. اليوجا بقى في تنظيم النفس، لان الضيفه بتاعتك كانت بتتكلم ان تنظيم النفس مهم جدا وبيهدي الاعصاب، بيخليكي تتحكمي في غضبك وتستوعبي اللي قدامك. ليه فوائد كتيره جدا جدا. اتكلمنا عن اليوجا العلاجيه ازاي، او هي كمان قالت ان هو الرياضه نوع من انواع اليوجا كعلم كبير. أيوه. يعني حاجات كتيره اتكلمنا عنها، وحاجات كتيره جدا موجوده في حياتنا عايزين نستثمرها ونستغلها علشان نبقى احسن وافضل باذن الله في الايام القادمه. وصلنا لختام حلقتنا، شكرا يا مروه، ميرسي جدا يا حبيبتي. شكرا يا حنان، وشكرا لمشاهدينا على متابعتنا. استنونا بكره، ودايما معاكم زينه وطعم البيوت.